أهم ما قاله السيد الرئيس النهاردة وهو بيتكلم في مداخلته، اتكلم رئيس مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقال له ان احنا بنتكلم على موضوع اسعار الكهرباء وتطبيق البرنامج الثالث لزيادة الاسعار. ما كان في خطة موضوعة ان احنا شريحة الاسعار بتزيد على فترات حتى تصل الى السعر من غير دعم، يعني رفع الدعم عن الكهرباء كخطة عشان نوصل في النهاية، وده خطة وافق عليها الجميع ان احنا على مدار فترات نبدأ شريحة 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 نبدأ نقلل دعم الدولة للكهرباء، وده بينعكس على انه الخدمة بتبقى محسنة. اتنين، بيبقى عندي وفر بقدر ابيعه واجيبه من الصعبة. تلاتة، بتخلي الناس تستهلك استهلاك اللي بيحتاجوه، مش في عملية تبذير في الاستهلاك بالنسبة للطاقة الكهربائية. ده الخلاصة، وكان من المخطط وكان من الثابت انه خلال هذه الايام سيكون هناك رفعا لاسعار الكهرباء كشريحة ثالثة، لكن نظرا للظروف الموجودة والمستجدة والأسعار الضاغطة على جيوب الناس وعلى معايش الناس والأزمة الاقتصادية الطاحنة الواردة من الخارج وتداعياتها في الداخل، جعلت القيادة السياسية السيد الرئيس والحكومة يتخذ قرار بتأجيل هذه الزيادة في هذا التوقيت. نستمع إلى السيد الرئيس وهو يتحدث عن هذا الملف. أنا هقول لكم على حاجة، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش؟ مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه؟ تبقى دي ثالث مره، مش كده؟ ثالث مره ناجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار انا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا؟ 17 مليون مشترك يعني 17 مليون شقه بتدفع اقل من 50% من ثمن الطاقه. انا مش بقول كده ان الدوله يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي فاتوره الاعباء على الناس ما امكن مناسبه. طيب، هذا الحديث الذي تحدث به الرئيس بيوضح للناس وبيصرح بشكل واضح جدا لا يقبل الجدل، احنا كنا ناويين نعمل ايه لكن ايه اللي حصل خلانا نأجل هذا القرار لحساب الناس. الرئيس تكلم كعادته، بيتكلم كلام ربما يكون يعني غير مألوف من الناحية السياسية، غير مألوف لانه الناس واخدة على الكلام المزوق، واخدين على الكلام اللي فيه نوع من المجاملات واحنا اعظم ناس واحنا افضل ناس واحنا مفيش احسن من كده وليس في الامكان ابدع مكان واحنا العالم كله بيتفرج علينا. كل الكلام دوت بيتقال سياسيا ومقبول بالمناسبه، لكن الرئيس السيسي بيقول كلام غير مألوف في هذا الاتجاه. بيتكلم كلام، وانا دايما بحب التعبير، انه يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. الرئيس بياخد اتجاه المصارحات حتى لو كانت مؤلمة، اللي هي الحقائق حتى لو كانت مزعجة، ولا نكذب حتى لو كانت الأكاذيب مريحة. خليني أقول لحضراتكم أنه في أكثر من مناسبة على مدار السنوات الماضية أنا تابعت بنفسي محاولات الرئيس استنهاض همم الشعب المصري، محاولة استفزاز إمكانيات الشعب المصري، محاولة إفاقة جماعية للشعب المصري، محاولة دق جرس إنذار للشعب المصري، محاولة إصدار نوبة صحيان للشعب المصري. كل دي مفردات وعبارات ومصطلحات بتؤكد إنه في رغبة رئاسية لإحداث عملية إفاقة جماعية لهذا الشعب لتتفجر إمكانياته، ليبدأ في العمل، ليبدأ في تعويض ما فات، ليبدأ في بناء بلده، ليبدأ في العيش في ظروف إنسانية ملائمة يقبلها كل مخلص لهذا الوطن.